من أحاديث الفتن التي ذكرها البخاري رحمه الله، حديث إنكم سترون بعدي أثرة، أي ما يستأثر به الولاة، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقه. ومن أحاديث الفتن في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. لما يموت ميتة جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية لا إمام لهم ولا أمير. ولذا يقول عبادة بن الصامت كما في صحيح البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا وفي يسرنا، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح.